بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية ومع هذا الحدث. في هذه الفقرة سنتحدث عن إمام مسجد بفرنسا اسمه رشيد الجاي من أصل مغربي، طبعا تعرض مؤخرا لمحاولة اغتيال. طبعا في التعريف ديالو anciennement connu sur l'Allier، anciennement connu يعني أنه قديما معروف، تنتكلم على لوفاب كونيتر انسيانمون، تنتكلم على شي حاجه انسيان يعني انها قديمه، انسيانمون كما لو نقول بشكل قديم انها قديما. اذا رشيد الجاي انسيانمون كوني يعني انه قديما معروف سولاليا تحت المسمى كلمه اليا ادفيرب اللي تتعني اوترمون ابلي بطريقه اخرى يسمى المقصود عنده اسم اخر. إذن سولاليا إذن كوني يعني أنه معروف سولاليا تحت اسم آخر. ما هو هذا الاسم الآخر؟ رشيد أبو حذيفة ني أم 1980 يعني مولود في التاريخ ني أم 1980 أبغست. بغست أتون كومين فرانسيز، بغست أتون كومين فرانسيز. إذن كملوا نتكلم عن جماعة فرنسية. إذن رشيد الجاي إتا إمام يعني هو إمام إيفيدياست فرنسي إيفيدياست. طبعا كلمة فيدياست تأتي من كلمة فيديو، تأتي من كلمة فيديو. فيدياست المقصود بأنه ينتج فيديوهات ثم يضعها على مواقع التواصل أو يرفعها على اليوتيوب مثلا إلى آخره. إيفيدياست فرنسي، ثم هو منتج فيديوهات فرنسي. إلي كونتروفيرسي، إلي كونتروفيرسي كلمة كونتروفيرسي المقصود بها débattre une question dans une controverse. débattre المقصود أنك تناقش، débattre une question يعني أنك تناقش مسألة dans une controverse يعني في مناقشة أو في نزاع، يعني حوار يكون فيه نزاع أو مناقشة شديدة. إلي كونتروفيرسي يعني أنه مثير للجدل. أو سوجي دو سي بخيش، طبعا لو فيغ بخيش المقصود بأنك تبشر أو تعيض في الأمور الدينية. أنونسي بيبليكمون لا بارول دو ديو، بخيشي أنونسي بيبليكمون لا بارول دو ديو يعني أنك تعلن في العموم. بيبليكمون نتكلم عن لو بيبليك يعني العام، انونسي بيبليكمون يعني انك تلقي وتعلن بيبليكمون يعني في العموم كما نقول بشكل عمومي لا بارول دو ديو كلام الله، كلام الله او كلام الرب. او بيان اكزورتي بار دي سيرمون يعني انك تشجع بالمواعظ. لي سيرمون المقصود بها المواعظ، اكزورتي المقصود بها انكوراجي يعني انك تشجع وتحمس. اذا بريشي المقصود بها انونسي، انونسي بيبليكمون لا بارول دو ديو يعني انك تعلن عموميا كلام الرب او كلام الله. اكزورتي بار دي سيرمون يعني انك تشجع بالمواعظ، تحمس بالمواعظ. اذا هنا نقول عن هذا الامام الي كونتروفيرسي يعني أنه كان مثيرا للجدل أو سوجي دو سي بخيش إنيسيالمون. إذن حسب مواضع مواعظه، حسب أو سوجي يعني في مواضع كما نقول دو سي بخيش لمواعظه، حسب المواضع، حسب المواضع التي يقترحها في مواعظه. إنيسيالمون يعني في البداية، إنيسيالمون سلافيس يعني في البداية السلفية. إذا طبعا نتكلم عن هاد سي بخيش نقول عنها بأنها سلفيست يعني أنها سلفية. إذا نتكلم عن مواعظ سلفية في البداية، هذا هو المقصود بدا الكلام. إلي كونتروفيرسي أو سوجي دو سي بخيش إنيسيالمون سلفيست. إذا هكذا يقدم التعريف. باغ لا سويت ثم فيما بعد إيل بخون أن ديسكور، إيل بخون لو فا بخوني في الأصل تعني مدحة أو أطرق،
مدح أو أطرى، يعني أنك تمدح شخصا أو شيئا. إذا نتكلم عن لوفا بروني، إذا نتكلم عن فونتي اي ريكوموندي سون ريزيرف اي افيك انسيستونس. مثلا بروني لا توليرونس، يعني أنك تمدح التسامح. فونتي اي ريكوموندي سون ريزيرف اي افيك انسيستونس. فونتي المقصود بها في الأصل أنك تتبجح وتدعي شيئا غير موجود. فونتي اي ريكوموندي، ثم ريكوموندي المقصود بها أنك توصي بشيء، توصي وتزكي شيئا. ريكوموندي سون ريزيرف، بدون تحفظ. اي افيك انسيستونس، بتأكيد. اي افيك انسيستونس يعني بتأكيد، يعني أنك تؤكد على شيء. اي افيك انسيستونس، وبتأكيد. إذا عندنا هنا بار لا سويت، ثم فيما بعد. il prend، ثم فيما بعد. il prend un discours modéré، un discours modéré. هنا طبعا كما لو نقول بأنه يمدح، المقصود أنه مدح. un discours modéré، خطابا، خطابا معتدلا، خطابا معتدلا. un discours modéré، خطاب معتدل. المقصود هنا أنه التزم خطابا معتدلا. il prend، طبعا عندنا لو فيرب بروني كما قلنا أنه يمدح، ولكن هنا يأتي بمعنى قريب شيئا ما. إذا عندما نقول بأنه يمدح خطابا معتدلا، المقصود بأنه أخذ خطابا معتدلا ما دام أنه يمدحه. il prend un discours modéré، إذا بدأ يدعو إلى خطاب معتدل، ثم بعد هذا أخذ يدعو إلى خطاب معتدل. en juin 2019، en juin يعني في juin، في شهر 6 2019، il est victime، يعني أنه كان ضحية. d'une tentative، يعني لمحاولة. d'une tentative، نتكلم عن الفيرب تونتي، تونتي يعني أنك تحاول. إذن il est victime يعني هو ضحية، المقصود أنه كان ضحية. d'une tentative، d'une tentative، لمحاولة d'assassinat، لمحاولة قتل، لمحاولة اغتيال. l'assassinat المقصود بها الاغتيال أو القتل. إذن هو كان ضحية محاولة قتل. نأخذ بعض لقطات من حواره الذي أجري معه البارحة. تسأله المذيعة. Alors mon état de santé physique aujourd'hui 5-6 mois après l'événement. Comment allez-vous? Comment allez-vous? كيف حالكم؟ المقصود كيف تسيرون؟ Comment allez-vous? Alors mon état de santé aujourd'hui 5-6 mois après l'événement. Alors mon état de santé. إذن حالتي الصحية. من يطى حالتي دو سنتي للصحة، المقصود حالتي الصحية. 5 سي موا يعني 5-6 أشهر، المقصود دو 5 سي موا يعني من 5 إلى 6 أشهر، يعني المقصود أن المدة التي مرت على الحادث تتراوح بين 5 و 6 أشهر. 5 سي موا. من يطى دو سنتي فيزيك، من يطى دو سنتي فيزيك يعني حالتي الصحية. فيزيك طبعا فيزيك المقصود به الجسمية، طبعا نتكلم عن لا فيزيك يعني كل ما هو يلمس، كل ما هو ملموس. ما هو الشيء الملموس في الشخص؟ هل يمكن أن تكون روحه؟ طبعا الشيء الملموس في الإنسان هو جسمه. إذا نتكلم هنا عن مون إيتا دو سونتي فيزيك، مون إيتا دو سونتي فيزيك يعني حالتي الصحية الجسمية. مون إيتا دو سونتي فيزيك يعني حالتي الصحية الجسمية. 5-6 mois. 5-6 mois. المقصود من 5 إلى 6 أشهر. après l'événement. après l'événement يعني بعد الحادث. إذن بعد الحادث. 5-6 أشهر بعد الحادث. après l'événement بعد الحادث. alors mon état de santé physique aujourd'hui 5-6 mois après l'événement ça va un peu mieux.
Je préférerais qu'on dise comment allez-vous en parlant de moi, mais aussi du fidèle qui m'accompagnait, le frère Ousmane, qui lui aussi a reçu 2 balles. Donc moi j'ai reçu 3 balles. Ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. يعني أنه يسير أحسن شيئا ما. Ça va, هذا الفيرب aller. Ça va, ça va. يعني كما نقول هذا يمشي. المقصود بأن الأمور تسير. Ça va, المقصود أن الأمور تسير. طبعا نقصد بها أيضا أن الأمور جيدة. Ça va un peu mieux. يعني شيئا ما أحسن. يعني أن الأمور تسير شيئا ما أحسن. Ça va un peu mieux. يعني أن الأمور تسير شيئا ما بشكل أحسن. Alors, mon état de santé physique aujourd'hui, 5-6 mois après l'événement. حالتي الصحية الجسمية اليوم aujourd'hui, 5-6 mois, يعني 5-6 أشهر, المقصود من 5 إلى 6 أشهر, ça va un peu mieux. تسير شيئا ما أحسن. Je préférerais qu'on dise comment allez-vous en parlant de moi et du fidèle qui m'accompagnait. Et du fidèle qui m'accompagnait. Je préférais qu'on dise comment allez-vous. Je préférais. Adna le va préférer, yani faddala. Je préférais. Comme le yakul huna, ça au faddil. Le maqsoud annani au faddil. Je préférais qu'on dise. Bi anna koul. Je préférais qu'on dise. Yani nous faddil bi anna koul. Comment allez-vous? Yani anna au faddil bi anna koul. Comment allez-vous? Kayfa tasiroun. المقصود كيف هي حالتكم الصحية en parlant de moi يعني بالكلام عني أنا mais aussi ولكن أيضا du fidèle qui m'accompagne ولكن أيضا بالكلام عن الصديق طبعا لو فيدال المقصود به هو الوافي ولكن غالبا هاد كلمة فيدال نطلقه عن المؤمنون يستعمل هاد اللفظ طبعا لكل المؤمنين من كل الأديان من كل الديانات ليس فقط الإسلام ولكن أيضا تستعمل أيضا بالنسبة لرواد الكنيسة أو رواد معبد آخر إذن يسمى هذه الأشخاص دي فيدال كما نقول الأوفياء ولكن المقصود به بمعنى آخر المؤمنون إذن هنا يقول هذا الشخص جو بريفير يعني أنا أفضل كون ديز بأن نقول كومون طاليفو بأن نقول كيف حالكم أون بارلو دو موا en parlant de moi بالكلام عني أنا du fidèle وعن الوفي المقصود وعن المؤمن كما لو نقول المقصود صديقه le frère عثمان lui aussi a reçu 2 balles يعني هو أيضا أخذ رصاصتين moi aussi j'ai reçu 3 balles أنا أيضا تلقيت 3 رصاصات moi aussi j'ai reçu 3 balles أنا أيضا تلقيت 3 رصاصات Ça va un peu mieux. Je préférerais qu'on dise comment allez-vous en parlant de moi, mais aussi du fidèle qui m'accompagnait, le frère Ousmane, qui lui aussi a reçu 2 balles. Donc moi j'ai reçu 3 balles. 1 balle dans la jambe droite, 1 balle dans la jambe gauche et 1 balle dans la main gauche, plus précisément au doigt. 1 balle dans la jambe droite, 1 balle dans la jambe gauche et 1 balle dans la main gauche. Et une balle dans la main gauche. Et 1 balle dans la main gauche. Précisément, au doigt. Je préférais qu'on dise comment allez-vous. Je préférais ana ufaddilu qu'on dise bi anna qul comment allez-vous. كيف تسيرون. En parlant de moi. Bil kalam anni. يعني انكم تسألون عن حالي انا وعن صحتي. Mais aussi. ولكن ايضا. En parlant du fidèle. ولكن ايضا bil kalam an المؤمن. Mais aussi du fidèle qui m'a accompagné. ولكن بالكلام أيضا عن الوافي المقصود عن المؤمن أو الرافق أو صديق المسجد qui m'a accompagné الذي رافقني. طبعا نتكلم على الوافي accompagné qui m'a accompagné الذي رافقني. إذا نتكلم على الوافي accompagné يعني أنك ترافق شخصا. إذا هنا عندنا qui m'a accompagné الذي رافقني المقصود الذي كان يرافقني. Le frère Osman, yani al-akh Osman, qui aussi a reçu 2 balles. Qui aussi a reçu 2 balles. Alladhi huwa aydan talaqqa rasasatayn. Mumkin annana naqul. Lui aussi huwa aydan a reçu 2 balles. Huwa aydan talaqqa rasasatayn.
Moi aussi, j'ai reçu 3 balles. أنا أيضا تلقيت 3 رصاصات. Une balle dans la jambe droite, يعني رصاصة في الساق الأيمن. رصاصة في الساق الأيمن. La jambe المقصود بها الساق. Une balle dans la jambe droite. Une balle dans la jambe droite, يعني رصاصة في الساق الأيمن. Une balle dans la jambe gauche. ورصاصة في الساق الأيسر. طبعا كلمة la jambe التي تعني الساق هي كلمة مؤنثة في اللغة الفرنسية. نقول la jambe. Et une balle dans la main gauche, ورصاصه في اليد اليسرى, précisément, يعني بالضبط, précisément, نتكلم على الفيرب préciser, préciser المقصود انك توضح او تشير الى مكان بعينه. اذا نتكلم على الفيرب préciser. اذا عندنا هنا précisément, précisément يعني بالضبط, au doigt, يعني في الاصبع, يعني انه تلقى ضربه في اليد اليسرى ولكن بالضبط في الاصبع. Une balle dans la jambe droite, une balle dans la jambe gauche et une balle dans la main gauche, plus précisément au doigt. Alors j'ai subi plusieurs opérations. Aujourd'hui, Dieu merci, je me déplace, je marche. Alors j'ai subi. يعني أنا تلقيت. Le verbe subir يعني أنك تتحمل شيئا وتتلقاه. يعني أنه يقع عليك هذا الشيء. J'ai subi. C'est le verbe subir. يعني أنا تلقيت. Plusieurs opérations. يعني عدة عمليات. نتكلم على الفيرب opérer. يعني أنك تقوم بعملية. نتكلم عن opération chirurgicale مثلا. عملية جراحية. إذا المقصود هنا j'ai reçu plusieurs opérations. يعني أنا تلقيت عدة عمليات. Aujourd'hui, Dieu merci. Aujourd'hui, Dieu merci. طبعا Dieu يعني الرب. Dieu merci المقصود بها الله. شكرا. كما نقول الحمد لله. Aujourd'hui, Dieu merci. اليوم الحمد لله كما نقول. Aujourd'hui, Dieu merci. Je me déplace. يعني أنا أتنقل. يعني أنني تنتمشى. Je me déplace et je marche. يعني أنا أتنقل وأتمشى. Et je marche. عندنا لو verbe se déplacer. يعني تنقل. أما لو verbe déplacer يعني أنك أنت تنقل شيئا من مكان إلى مكان. هنا عندنا لو فيرب سو ديبلاسي يعني تنقل يعني كما نقول بان الشخص هو الذي ينقل نفسه من مكان الى مكان اذا هنا جو مو ديبلاس يعني انا اتنقل جو مو ديبلاس المقصود به انا اتنقل اي جو مارش وانا اتمشى alors j'ai subi plusieurs opérations aujourd'hui Dieu merci je me déplace je marche par contre il reste des séquelles il restera des séquelles à vie rien de très très grave mais bon Ça reste que c'est des séquelles. Mon doigt, je ne pourrai plus jamais le plier complètement. Par contre, على العكس, il reste des séquelles. يعني il reste. C'est le verbe rester. Il reste, le مقصود به أنه يبقى. بقيت. بقيت ماذا? Des séquelles. Séquelles, le مقصود به هي هذيك لي تراس. Le مقصود به الآثار. آثار الجرح. Il reste des séquelles. بقيت هناك أوشام وآثار الجرح. Il restera des séquelles à vie. Il restera des séquelles à vie. يعني أن ستبقى. عندنا il reste. عندنا le verbe rester au présent. Il reste. يعني أنه يبقى الآن. المقصود أنها لازالت. هذا هو المقصود. أنها لازالت الآن des séquelles. يعني أن لازالت هناك علامات الجرح. Il restera. عندنا le verbe rester في الحالة. Au futur simple. يعني أنه مصرف في المستقبل. يعني أن ستبقى. ستبقى في المستقبل دي سيكال افي يعني ستبقى هناك علامات افي على مدى الحياة ما بقيت حيا ما بقيت حيا ستبقى هذه العلامات il restera دي سيكال افي il restera دي سيكال افي rien de très très grave ليس هناك ما هو جد جد خطير rien de très très grave المقصود هنا Il n'y a pas de très très grave. ليس هناك ما هو جد جد خطير. Mais bon, ça reste. هنا bon لينتقل إلى كلام آخر. Mais bon, ça reste des séquelles. Mais bon, ولكن كما نقول جيد, ça reste que c'est des séquelles. Ça reste يعني أن ستبقى que c'est des séquelles. يعني أن تبقى فقط ما له علاقة بالآثار فقط وليست لها آثار على الصحة
هذا هو المقصود هنا. بون سا ريست كو سي دي سيكال. كما نقول بان مجرد اثار، بان ستبقى مجرد اثار. مون دو فيما يخص اسبوعي جو نو بوري، عندنا لو بوفوار، جو نو بوري بلو جامي لو بلي، جو نو بوري بلو جامي لو بلي، لن استطيع بعد، جو نو بوري بلو. هنا ماشي جو نو بوري با، جو نو بوري با يعني انني لا استطيع. عندنا هنا جو نو بوري بلو يعني انني كنت استطيع ثم انني لن استطيع بعد. جو نو بوري بلو جامي بالمره. لو بلي ان اطويه، لو فيغ بلي المقصود بانك تتني شيئا وتطويه. المقصود هنا بانني لن استطيع بعد هذا الحديث ان اتني، المقصود ان احرك ماذا؟ لو بلي ان احركه كومبليتمون يعني كاملا، يعني انني استطيع تحريكه فقط شيئا ما، لا استطيع ان احركه كما كان في العاده. Je ne pourrai plus jamais le plier complètement. يعني أنني لن أستطيع بعد بالمرة le plier complètement. يعني أن أتنيه كاملا بشكل كامل. نقول عن شيء بأنه complète يعني أنه كامل. Complètement بشكل كامل. Par contre, il reste des séquelles. Il restera des séquelles à vie. Rien de très très grave, mais bon, ça reste que c'est des séquelles. Mon doigt, je ne pourrai plus jamais le plier complètement. J'ai des douleurs aux jambes qui reviennent assez régulièrement. Je peux pas trop me plier de manière facile ou en étant à l'aise sans ressentir aucune douleur. J'ai des douleurs. J'ai des douleurs aux jambes. J'ai des douleurs aux jambes qui reviennent. Aux jambes qui reviennent. Ana indi alam. Les douleurs le maqsoud bel alam ou l'aujaa. J'ai des douleurs. يعني عندي أوجاع أو عندي آلام أو جامب في الساقين، أو جامب يعني في الساقين. كي روفيان التي تعود، عندنا لو فيرب روفونيغ يعني رجعة أو عادة. إذا كي روفيان التي تعود، جي دي دولور أو جامب كي روفيان، عندي آلام في الساقين كي روفيان التي تعود أسي ريغوليغمون. كي روفيان أسي ريغوليغمون التي تعود بشكل كبير بانتظام. ريغولير نقول عن شيء بانه ريغولي يعني انه منتظم. ريغولير يعني اننا نتكلم عن شيء مؤنث منتظم. ريغوليرمون يعني بشكل منتظم. ايغوليير يعني انه غير منتظم. ايغوليرمون يعني بشكل غير منتظم. هنا عندنا ريغوليرمون يعني بشكل منتظم. جي دي دولور عندي الام، عندنا لو فيغ افوار هنا يعني تفيد الملكيه، كما لو انني انا امتلك الام. جي دي دولور، جي دي دولور عندي الام او جامب يعني في الساقين. او جامب كما تنشوفوا كلمه جامب انها كاينه في الجمع، كما لو نتكلم عن مجموعه سيقان، كما لو نتكلم عن مجموعه سيقان. المقصود هنا الساقين لأن المثنى الفرنسي يعتبر جمعا. كي روفيان نتكلم عن هاد لي دولور، عن هاد الألم. كي روفيان التي تعود أسي ريغوليرمون. كان ممكن أنه يقول كي روفيان ريغوليرمون التي تعود بانتظام، لكن هو قال أسي ريغوليرمون يعني أنها تأتي دائما بشكل منتظم بشكل كبير. المقصود أنها تعود بشكل منتظم بشكل كبير. je ne peux pas trop me plier. طبعا je ne peux pas انا لا استطيع، طبعا le verbe pouvoir. je ne peux pas trop me plier. طبعا le verbe plier كما راينا قبلا انك تتني شيئا. اذا je ne peux pas le plier مثلا parfaitement، انا لا استطيع تنياه بشكل كامل. هنا عندنا le verbe se plier. هنا طبعا عندنا le verbe se plier يعني انتنى. المقصود هنا بأنني ما تنقدرش أنحني بشكل كبير. المقصود أنني لا أستطيع أن أنحني بشكل كبير. je ne peux pas trop me plier de manière facile بشكل سهل. de manière facile بشكل أو بطريقة سهلة. ou en étant à l'aise أو عندما أكون à l'aise. à l'aise المقصود أنك تكون
التجلس في راحة أو en étant à l'aise أو عندما. طبعا عندنا هنا être étant en étant تنعرفوا بأن le verbe être يعني فعل كان تقريبا. عندما أقول j'étais à l'école يعني أنا كنت في المدرسة كنت نتكلم على le verbe être. طبعا أيضا عندما أقول en parlant نستعمل هاد en ثم le verbe parler نضيف له هاد ant المقصود بها متكلما en parlant متكلما en marchant ماشيا إلى آخره. هنا عندنا en étant كما لو نتكلم عن كونا المقصود كوني بمعنى آخر عندما أكون en étant en étant المقصود بها بطريقة غير مباشرة عندما أكون ولكن كما تنشوفوا ما كيناش عندنا جه ما كيناش جهنا باش نقول عندما أكون ولكن على حسب سياق الجملة أنها تتعني عندما أكون ولكن ممكن أن هاد أونيتون أتبعها جملة أخرى تتكلم عن شخص آخر فيكون المقصود عندما يكون. هذا هو الذي أريد أن أوضحه هنا. هاد أونيتون كما نتكلم عن عندما يكون عندما أكون عندما نكون إلى آخره ولكن في السياق الجملة هنا تفهم عندما أكون أونيتون أليز عندما أكون مرتاحا نتكلم عن سوماتر أليز المقصود كما لو نقول يرتاح سوماتر أليز المقصود بها أنه يرتاح أز طبعا كلمة أز هنا في الجمع أز في الجمع تعني الرفاهية إذن أليز المقصود بها كما لو نقول برفاهية أو بحرية إذن عندما أكون مرتاحا بمعنى آخر عندما أكون جالسا بمعنى آخر أو en étant à l'aise أو عندما أكون جالسا بمعنى آخر font ressentir font المقصود بهذا الـ verb faire font يعني أنهم يفعلون font ressentir aucune douleur لا يفعلون على إحساس أي ألم يعني أنهم لا يعملون على الإحساس بأي ألم المقصود هنا بمعنى آخر بأن الألم والوجع لا يعود طبعا عندما أكون جالسا عندما أكون مرتاحا. J'ai des douleurs aux jambes qui reviennent assez régulièrement. Je peux pas trop me plier de manière facile ou en étant à l'aise sans ressentir aucune douleur. En tout cas, ça c'est mon état aujourd'hui, 6 mois après l'événement. Ousmane va mieux aussi, Dieu merci. C'était, on va dire, un peu plus grave que moi, car il a eu une balle qui l'a touché dans l'abdomen, une autre dans la cuisse. En tout cas, à la kulli hal, en tout cas, comme on l'a dit, fi kulli halat, en tout cas, comme on l'a dit, à la kulli hal, ça c'est mon état aujourd'hui. Ça c'est, ça, hada, ça, le maqsoud bi hada, ou hadihi. Ça c'est mon état aujourd'hui. هذه هي حالتي اليوم. سي المقصود هو. أقول مثلا سي مصطفى. إنه مصطفى. هنا سا هذا سي مون ايتا هو حالتي. المقصود هي حالتي aujourd'hui اليوم. Ça c'est mon état aujourd'hui. Ça c'est mon état aujourd'hui. هذه هي حالتي اليوم. En tout cas, ça c'est mon état aujourd'hui. على كل حال هذه حالتي اليوم 6 mois après l'événement اذا هذه حالتي اليوم 6 mois après l'événement 6 اشهر بعد الحادث. عثمان va mieux aussi et Dieu merci. عثمان va mieux يعني ان عثمان يسير احسن المقصود انه يتحسن المقصود ان حالته تتحسن va mieux طبعا كما قلنا فيما سبق va هذا لو فيرب الي اقول je vais Tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Et dans notre cas, Ousmane, fait le غائب, à قول عنه, il va. Ousmane va mieux, يعني أن Ousmane يسير بشكل أحسن. Aussi, Dieu merci. Aussi, أيضا. Ousmane va mieux aussi, Dieu merci. Ousmane يسير بشكل أحسن أيضا, Dieu merci. كما لو نقول الحمد لله. Dieu merci. كما لو نقول الحمد لله. سيطي كما لو نقول بأنه كان سيطي. كان on va dire سنقول on va dire يعني سنقول المقصود هنا يمكن أن نقول un peu plus grave يعني أنه كان un peu يعني شيئا ما plus grave أكثر خطورة طبعا كما قلنا بأنه تلقى رصاصات ف
البطن طبعا سيكون حاله شيئا ما خطير. إذا سيتي، إذا كان نتكلم عن عثمان، اون فادير يمكن أن نقول، طبعا عندنا هنا اون فادير، اون فادير يعني سنقول، اون فادير سنقول ان بو بلي غاف، المقصود هنا اون فادير سنقول سيتي ان بو بلي غاف، يعني أنه كان شيئا ما، المقصود هذا الحال كان شيئا ما أو الحادث كما لو نقول، المهم الحادث الذي حدث له. سيتي ان بو بلي غاف يعني أنه كان شيئا ما، طبعا ان بو المقصود قليل، ان بو يعني قليلا ما أو شيئا ما. دون موا ان بو دو طون طون يعني أعطيني قليلا من وقتك. دون موا ان بو دو طون طون يعني أعطيني قليلا من وقتك. دون موا ان بو دو طون أعطيني شيئا من الوقت. دون موا ان بو دو طون أعطيني شيئا من الوقت، كما نقول بالدارجة المغربية أعطيني شوية من الوقت ديالك أو أعطيني شوية من الوقت. عندنا هنا on va dire يعني سنقول، on va dire سنقول، المقصود يمكن أن نقول c'était un peu plus grave يعني أنه كان، طبعا عندنا لو فيرب être في لامبارفي، c'était un peu يعني أنه كان شيئا ما يعني قليلا كما نقول، plus grave يعني أكثر خطورة، أنه كان شيئا ما أكثر خطورة، كو يعني من كموا يعني مني أنا، يعني أنه كان حاله أكثر خطورة شيئا ما مني أنا، كال أي كو ألي، بحيث كانت إن بال رصاصة كيلاتو شي التي مسته، المقصود أنها أصابته، كيلاتو شي دون لابدومين، كيلاتو شي دون لابدومين، كالي المقصود بأن كانت هناك، كالي إن بال كانت هناك رصاصة كيلاتو شي التي مسته، المقصود التي أصابته دون لابدومين، التي أصابته في البطن، دون لابدومين التي أصابته في البطن. إن أوتخ وواحدة أخرى، إن أوتخ وواحدة أخرى، دون لاكويس وواحدة أخرى في الفخذ، الفخذ هو لاكويس. En tout cas, ça c'est mon état aujourd'hui, 6 mois après l'événement. Ousmane va mieux aussi, Dieu merci. C'était, on va dire, un peu plus grave que moi, car il a eu une balle qui l'a touché dans l'abdomen, une autre dans la cuisse. Il l'avait mis provisoirement dans un coma. Aujourd'hui, il va mieux, il ressent des douleurs aussi, il ressent pas mal de douleurs aussi, il est suivi par un centre anti-douleurs. Il avait mis provisoirement dans un coma. Il avait mis, adna l'over mettre au plus que parfait. علاش درنا لو بليسكو بارفي هنا؟ لانه جا قبل من واحد الحدث اخر اللي هو اللي غيحدث بعد. اذا الى فيمي يعني كما نقول بانه وضع بروفيزوارمون يعني مؤقتا، بروفيزوارمون مؤقتا دون زان كوما يعني في غيبوبه، دون زان كوما في غيبوبه. اوجوردوي طبعا هذا هو الحادث الذي سياتي بعد هذا الحدث الاول. الى فيمي بروفيزوارمون دون زان كوما، il avait mis provisoirement dans un coma يعني انه وضع مؤقتا في غيبوبه، المقصود انه كان لوقت ما في غيبوبه. aujourd'hui اليوم، aujourd'hui اليوم، il va mieux يعني انه يسير احسن، المقصود انه يسير بشكل احسن. aujourd'hui il va mieux اليوم يسير بشكل احسن. il ressent، il ressent يعني انه هو يحس، il ressent هو يحس، c'est le verbe ressentir، c'est le verbe ressentir، هذا فعل أحس. il ressent des douleurs aussi، il ressent des douleurs aussi، هو يحس بأوجاع أيضا. ثم يعيد il ressent pas mal de douleurs، il ressent pas mal de douleurs، هو يحس، il ressent هو يحس pas mal de douleurs، المقصود أن آلاما ليست بالشكل الهين. هو يحس بآلام ليس بالشكل القليل. لو مال كما نعرف المقصود به الشر أو الضرر. طبعا هنا عندنا با مال، إذا كما لو نقول هنا ليس بالقليل، ليس بالقليل، نقول مثلا جي أبخي با مال دو شوز، أنا تعلمت ليس بالقليل، أنا تعلمت ليس بالقليل من الأشياء، أنا تعلمت كما لو نقول أشياء لا بأس بها. J'ai appris pas mal de choses. Pas mal, كمال ونتكلم عن قدرين لا بأس به. J'ai appris
pas mal de choses. إذن أنا تعلمت قدرا من الأشياء لبأس بها كما نقول. إذا الإمام هنا يتكلم عن صديقه فيقول il ressent pas mal de douleur. يعني هو يحس بقدرين لا بأس به من الألم. Il ressent pas mal de douleur. Il ressent pas mal de douleur aussi. Il ressent pas mal de douleur aussi. هو يحس بقدرين لا بأس به من الألم أيضا. أيضا عندنا il est suivi. هو متابع. عندنا le verbe suivre. هنا تنتكلم عليه هو est suivi. يعني هو متابع. Par un centre antidouleur. هو متابع بمركز ضد الألم. إذا تنتكلم على واحد المركز يختص بعلاج هذا الألم كما لو نقول. Il est suivi par un centre antidouleur. هو متابع من طرف مركز مختص في محاربة كما لو نقول الألم. إذا antidouleur المقصود بها ضد الألم. La douleur, يعني الألم, antidouleur, ضد الألم. Antivirus, يعني ضد الفيروسات. Antivirus, إذا نتكلم عن ضد الفيروسات, محارب الفيروسات. Il avait mis provisoirement dans un coma. Aujourd'hui, il va mieux, il ressent des douleurs aussi, il ressent pas mal de douleurs aussi, il est suivi par un centre antidouleur. Mais Dieu merci, nous sommes vivants et je pense que c'est l'essentiel. Psychologiquement, au bout de 6 mois, c'est avec le temps, eh bien, permet d'oublier aussi. Mais Dieu merci, nous sommes vivants. Mais Dieu merci, nous sommes vivants. ولكن الحمد لله نحن أحياء. Mais Dieu merci, nous sommes vivants. ولكن الحمد لله نحن أحياء. كما نقول الحمد لله إحنا عايشين. Mais Dieu merci, nous sommes vivants. Et je pense que c'est l'essentiel. وأظن بأنه الأهم. الأهم أننا نعيش. حتى ولو كان هناك أضرار وآلام إلى آخره. Et je pense que c'est l'essentiel. وأظن بأنه المهم. C'est le verbe penser. C'est le verbe penser. فعل فكر. Et je pense وأفكر. Et je pense que c'est l'essentiel. Que c'est l'essentiel. وأفكر كما لو نقول بأنه الأهم. المقصود هنا وأظن بأنه الأهم. وأعتقد بأنه الأهم. الأهم أننا نعيش. الأهم أننا أحياء. Psychologiquement, يعني نفسيا. Psychologiquement, نفسيا, au bout de 6 mois. يعني في نهاية 6 أشهر. Avec le temps, مع الوقت, et bien permet d'oublier. Permet d'oublier, يعني أنه يمكن من نسيان. يمكن من نسيان. عندنا le verbe permettre. Permettre, يعني مكن أو سمح بي. إذن, et bien permet d'oublier. يعني أن مرور الوقت يمكن من نسيان. يمكن من نسيان. نسيان الحادث طبعا. طبعا هذا psychologiquement. يعني هذا نفسيا. Mais Dieu merci, nous sommes vivants et je pense que c'est l'essentiel. Psychologiquement, au bout de 6 mois, c'est avec le temps, eh bien, permet d'oublier aussi. C'est une des sagesses qui se cache quelque part derrière le temps, si on veut. Et avec le temps. ومع الوقت. Et bien permet d'oublier aussi. ومع الوقت أنه يمكن من النسيان أيضا. C'est une des sagesses qui se cache quelque part derrière le temps. C'est une des sagesses qui se cache quelque part derrière le temps. إنها واحدة من الحكام التي تختفي وراء الوقت إذا أردنا. طبعا هذا لا شك وراء حكمة ستظهر مع الوقت. هذا هو المقصود. إذا كما لو نقول بأن الحادث له حكمة ستظهر حكمته طبعا مع الوقت. سينفو إذا أردنا. المقصود إذا أردنا القول وتفسير ما حدث غيبيا إن صح التعبير. C'est une des sagesses qui se cache quelque part derrière le temps, si on veut. Comment va votre famille? Ma famille, je vous laisse imaginer. Je suis père de famille. Le frère Ousmane qui était avec moi est père de famille aussi. Il a des enfants. Moi, j'ai 5 enfants. تسأله المذيعة يما ناتورال هي من جانب هذا الموقع يما ناتورال. إذا كما لو نتكلم عن الإنسان طبيعيا. الإنسان طبيعيا أو الإنسان في الطبيعة. سألته كومون فوتر فامي، كيف هي حالة عائلتك؟ هذا هو المقصود. كومون فوتر فامي يعني كيف هو حال عائلتك؟ يجيب رشيد
ما فامي جو فو ليس ايماجيني يعني عائلتي اترككم تتصورون ما فامي جو فو ليس ايماجيني ما فامي جو فو ليس ايماجيني يعني عائلتي اترككم تتصورون يعني المقصود هنا كل ما يمكن ان تتصورونه عن عائلتي خلال هذا الحديث فهو صحيح هذا هو المقصود je suis père de famille je suis père de famille انا اب عائله je suis père de famille انا اب عائله je suis père de famille انا اب عائله le frère Osman الاخ Osman qui était avec moi الذي كان معي un père de famille aussi طبعا هاد اللي عندنا هنا اي تنتكلموا على اتر كما شفنا قبلا je suis تنقولوا je suis père de famille انا كما لو نقول اكون اب عائله عند الكلام عن عثمان طبعا سنقول اي افيك او اس تي تنتكلموا على اتر كي اتي افيك مو ا بير دو فامي يعني عثمان الذي كان معي ا بير دو فامي اوسي هو يكون اب عائله يعني انه اب عائله ايضا كما نلاحظ بان تسمى كما لو انها لا ولكن المقصود هنا il a des enfants يعني هو عنده اطفال كما تلاحظوا il a عندنا avoir طبعا il a تنقولوا j'ai tu as il a اذا اقول j'ai 5 enfants طبعا avoir عني انا ماذا اقول j'ai 5 enfants j'ai 5 enfants عندي 5 اطفال او اقول j'ai des enfants انا عندي اطفال طبعا عن عثمان il a des enfants il a des enfants هو عنده اطفال طبعا اذا كان يعرف الرقم سيذكره هنا ممكن انه يقول له il a 5 enfants ولكن ربما هو لا يعلم الاعداد اذا ماذا قال il a des enfants هو عنده اطفال وربما يعلم الاعداد ولا يريد ذكر اعداد الاطفال اذا عثمان est père de famille aussi عثمان est père de famille aussi il a des enfants اذا عثمان ايضا هو اب عائله il a des enfants il a des enfants هو عنده اطفال بالنسبه لي انا j'ai 5 enfants j'ai 5 enfants انا عندي 5 اطفال comment va votre famille ma famille je vous laisse imaginer je suis père de famille le frère Osman qui était avec moi est père de famille aussi il a des enfants moi j'ai 5 enfants un de mes enfants a été était présent au moment des faits plus précisément au moment où on m'a mis dans l'ambulance après les faits un de mes enfants le maqsoud bihana un de mes enfants le maqsoud bihana un de mes enfants اذا هو انطقها un de mes enfants يعني واحد من اطفالي a été est présent au moment يعني انه كان ولا زال a été يعني انه كان اي وهو الان présent يعني حاضر au moment يعني لحظه au moment يعني لحظه est présent au moment des faits اذا واحد من ابنائي انه كان ولا يزال حاضر au moment des faits في لحظه الاحداث طبعا يقول الامام رشيد بان واحد من ابنائه كان حاضرا ولا زال يحضر au moment des faits لحظه الاحداث كما نقول لحظه الافعال plus précisément يعني بالضبط اكثر بالضبط كما لو نقول plus précisément يعني بالضبط اكثر au moment لحظه où on m'a mis dans l'ambulance au moment où on m'a mis dans l'ambulance يعني بالخصوص في لحظة عندما وضعوني في سيارة الإسعاف إذن طبعا القصة طويلة شيئا ما حتى لا نطيل فقط نقول خلاصتها بأن هذا الإمام قبل 6 أشهر تعرض لطلق ناري جاء أحد المسلحين إلى المسجد ودخل ثم سأل عن اسمه فلما وجده قال له أريد أن أخذ معك صورة فقبل هذا الإمام ذلك ولما خرج ومعه عثمان طبعا كما ذكر الشخص قال لهما أنا سأذهب لآتي بهاتفي لأخذ معكما صورة طبعا تأخر بعض الوقت ولما عاد وجدهما مقبلين فقال لهما نسيت هاتفي ثم أنه ذهب إلى سيارته بالقرب من المسجد فعاد وعلى ذراعه ثوب طبعا فلما وقف الإمام وعثمان هنا أخرج سلاحه وعندما أشهر المسلح سلاحه في وجه الإمام طبعا هذا الإمام طبعا رفع يده خائفا ومع الخوف رجع للوراء بعض الشيء كان وراءه مرتفع من الأرض فسقط أرضا
وعندما رفع رشيد يده خوفا ورجع بعض الشيء للوراء سقط في تلك اللحظة عند سقوطه مرت الرصاصة من فوق رأسه. في ذلك الوقت كان عثمان قد دفع المسلح، فعاد المسلح فرمى عثمان برصاصتين، واحدة في بطنه والأخرى في فخذه. في هذا الوقت كان الإمام قد هرب بعض الشيء مختفيا وراء حاجز، وهنا قذفه بثلاثة رصاصات كما رأينا. طبعا القصة طويلة شيئا ما. طبعا رشيد إمام المسجد هذا يقول بأنه رأى رؤية قبل هذا الحادث شهد فيها الآية التي تقول يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم حسب قوله، ثم أنه حسب الأجواء السائدة بفرنسا وخطاب الكراهية ضد المسلمين، طبعا هو كان يضع في حسبانه بأنه سيكون في يوم ما من المستهدفين. طبعا للإسلام خطاب قوي، يبقى فقط أن يكون هناك أشخاص يستطيعون حمل هذا الخطاب بالشكل الصحيح. هذا طبعا سيجعل الشعوب الأوروبية وغيرها تقبل على الإسلام بشكل كبير، وهذا يغيظ طبعا أعداء الإسلام. باختصار كبير، الأفكار يجب أن تواجه بالفكر وليس بالسلاح، وهذا طبعا يجب أن يعم جميع الأفكار وجميع المعتقدات. طبعا أن تترك لي وأن أترك لك فرصة الرد علي أو الرد عليك، فمهما أننا نبحث عن الحقيقة، إذا كنا صادقين في البحث عن الحقيقة علينا أن نترك الأفكار والحجج تصارع بعضها بعضا، لا أن يفرض بعضنا على بعض معتقدا ما أو فكرا ما أو إيديولوجيا ما، والحقيقة هي التي ستنتصر. إذن فلماذا نخاف من الحقيقة؟ نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.